البغاة هم يخرجون على الإمام، يريدون إزالته من المنصب. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هؤلاء ينبغي أن يراسلهم، يناقشهم قبل قتالهم، وإزالة ما ينقمون عليه. إيش عندكم عليه ملاحظات؟ مما لا يجوز، وكشف شبههم، قد يكون عنده شبهة يظن أنه يجوز له أن يخرج. نعم. قال فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. فإن انتهوا كف عنهم، إذا اقتنعوا كذا قالوا والله أخطأنا لما حرضنا الناس وكذا، لكن إذا قاتلوا من حق أن يقاتلهم. نعم. وعلى رعيته معونته على قتاله. على الرعية يعونوا أي أن يتعاونوا مع الحاكم على قتال البغاة اللي خارجين يعني، واجب عليهم. نعم. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم. وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع الدافع له، يدافع عن نفسه، فإن قتل كان شهيدا ويدافع عن نفسه من هؤلاء البغاة. نعم. ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبي لهم ذرية. ولا يسبى لهم ذرية. إن هذا مش كافر نقتله حتى نسلب ذريته لا، هذا باغي متأول تأويل باطل وخرج فيه، فتمكننا منه يقاتل نقتله. لكن يقول ولا يتبع لهم مدبر، إذا أدبر ما عاد يرجع لما فعل لما شاف المسألة مخطئ، لكن إذا هرب من العملية ثلاثة قاموا وقتلوا مثل الشرطة وقتل اثنان وهرب واحد، يبقى مطلوبا ولا اللي هرب نتركه؟ ها يترك ولا ها يطارد؟ لأن يعني بعض المعاصرين ممن يؤيد هؤلاء الخوارج يقول لا خلاص، ماذا يعني إيش خلاص يعني قتل وهرب، ما دام هرب اتركه، ونتركه إلى متى؟ حتى يقضي على البقية. هذا تأويل باطل، فهموا من بعض كان فقاء هذا الفهم. أدبر يعني ترك القتال، هو تبين له أنه خطأ. أما هذا أصلا يقتل وعنده كر وفر ويأتي يقتل مرة ثانية، لا هذا يتابع حتى يقضى عليه. طيب. قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. يعني إذا حصل هذا القتال بين فئتين يصلح بينهما، ما يقول تعال أنت قتلت كذا ادفعوا كذا وأنت قتلت كذا ناخذكم قصاص، أن هذه فتنة وحرب قامت بين المسلمين. والله يقول إيش؟ إنما المؤمن أخوة فأصلح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم.